هو فعلا المقابر عليها حراس من الجن. خليني اول احكي لك حكايه حصلت للفنان الراحل طلعت زكريا. كان بيحكي في برنامج بيقول لك وانا صغير في ابتدائي كنت بروح انا واصحابي نلعب كوره في منطقه اسمها العمود في اسكندريه. العمود ده هو مقابر عباره عن عمود كبير سور ليه تلات بيبان بين البوابه والتانيه حته كبيره. المهم بيقول لك في يوم انا وثلاثه اصحابي كنا بنلعب كوره جنب السور اي من بوابه منهم من البوابات المقفوله. البوابه دي عمرها ما بتتفتح الا بالنهار بس عمرها ما بتتفتح بالليل. بنلعب بالليل انا واصحابي جنب البوابه الحديد الكبيره لانها بتتفتح فتح بشويش زي البوابات الكهرباء دلوقتي ما بتتفتح. قلنا باصين ومركزين لقينا البوابه اتفتحت على اخرها وفجاه طلع واحد منها قصير طوله ما يعديش متر تقريبا قزم. خرج من المقابر لابس جلابيه وعلى الجلابيه جاكيت ولابس طربوش وماسك في ايده منشه زي المنشه بتاعه الستينات. فطبيعي قمت مهزر قلت لاصحابي ايه ده عفريت وقعدنا نهرج انا واصحابي عليه. المهم الشخص ده بص لنا بغضب راح لافف ظهره ودخل المقابر تاني ومشي بخطوه سريعه جدا وطول ما هو ماشي عمال ينش بالمنشه. احنا دخلنا وراه قلنا اكيد راجل عادي لغايه ما جه في مكان معين وقعد يصغر 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 لغايه ما اختفى. رحنا بصينا في المكان لقينا المكان دي بلاعه مقفوله. انا قلت لهم يا جدعان ده جن ده مش راجل طبيعي. قالوا لا مفيش اكيد في حاجه غلط اكيد راجل طبيعي وراح هنا او هنا. المهم مشينا ورا واحد صاحبي من القاهره اسمه فاضل كنا بنحكي له على الواقعه. احنا واصحابنا كنا قاعدين مع بعض فكلنا بنتكلم على الواقعه اللي حصلت. طبعا ما صدقناش وقال الكلام ده مستحيل يحصل. لغايه ما قلت له طب ايه رايك تيجي معانا في يوم وتشوف بعينيك. قال ماشي. ورحنا انا وفاضل واصحابي اللي كانوا معانا قبل كده عند البوابه. رحنا اول يوم محدش طلع، تاني يوم محدش طلع، تالت يوم اتفتح البوابه بنفس الطريقه وبرضه طلع ابو منشه بنفس اللي قعدنا نتريق عليه وفاضل زاد عليه في التريقه شويتين ثلاثه. انا باستهزاء كده وما خدش اي رد فعل غير ان هو عمل زي المره اللي فاتت وقام مدينا ظهره وبرضه قام داخل المقابر وماشي بنفس الطريقه. صاحبي اول ما شافه كده جري وراه على طول واحنا نقعد نندع على صاحبنا يا فاضل يا فاضل. بس فاضل كمان ملوش اي اثر بعد ما دخلنا ندور عليه. ولغايه وقتنا هذا فاضل ملوش اي اثر ولا نعرف عنه حاجه ولا نسمع عنه اي حاجه.